السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم والف مرحبا مع فيديو جديد. كنتمنى يا ربي يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد عن طرف بعض الاخوات باش نشارك معكم مشترياتي اللي وصلتني من شين كما كتشاهدوا معايا في الصوره. بالنسبه لهاد المشتريات كتستحق على انني نشارك معكم، وكذلك كتستحق على انكم تشريوهم وتجربوهم. الكسيوات اللي هما مزيونين لا بالنسبه للثوب وكذلك لا بالنسبه يعني الالوان ديالها رائعه. واما الاخوات اللي كيسالوا بزاف عن شين مترددين بزاف وعندهم تخوف على انهم يطلبوا الحوايج وما يصدقوش هما هادوك، بالنسبه لي انا سبق لي وقعت لي على انهم جوج حوايج خرجوني الثوب ديالهم ماشي هما هادوك. وكذلك بالنسبه للطايه واللي غنصحكم به قبل ما تشريو اي حاجه، شوفوا التعاليق اللي كيكتبوا الناس لتحت لا بالنسبه للثوب ولا بالنسبه للطايه، وكذلك راه تقدروا تردوهم ما كاين حتى مشكل. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، كنتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخير وتشاركوا مع احبابكم وصحابكم، وما تبخلوش عليا بدي لايك وتعليقكم اللي كتحفزني. وعطله سعيده للجميع والى الفيديو القادم ان شاء الله. Thank you.
you.